التمرين هو xy على 3 يساوي yz على 4 ويساوي xz على 5. العلاقة اللي عنا إياها x زائد y زائد z. تحاول أن أعمل x زائد y زائد z. رح أجي أضرب التناسب مقامات التناسب أو رح أضرب التناسب كله بواحد على x y z. أنا بحقلي أضرب التناسب كله بعدد. ضربت التناسب كله بواحد على x y z. الكسر الأول لما ضربناه بواحد على اكس واي زد راح الاكس واي ضل عندي واحد على ثلاثة زد. الثاني راح الاكس الواي والزد ضل عندي واحد على اربعة اكس. والاخير راح الاكس زد ضل عندي واحد على خمسة واي. الخطوة الاولى ده عملها ده سوي هدول له نفس المقام العددي. العدد راح اوحد العدد لسهولة التعامل بعدين. الثلاثة بتنضرب بعشرين والأربعة بخمستاعش والخمسة باتناعش. المقام المشترك لهم ستين. راح يصير عندي هون عشرين زائد خمستاعش زائد اتناعش على ستين إكس واي وزد. هاي راح تعطينا كي. عشرين وخمستاعش واتناعش سبعة وأربعين على 60 ضرب x زائد y زائد z 141. 141 اختصارة مع 47 فيها 3. إذا راح يضل عندي 1 ما راح أضرب بسهولة الحل بعدين. 1 على 3 ضرب 60 قيمة الكي. الآن أنا بدي z. z موجودة عندي ب 1 على 3 z. هي نفسها الكي اللي أنا حسبته. نختصر الثلاثة مع الثلاثة بطلع معنا قيمة الزد 60. والآن دعونا لنأخذ تمرين جديد. A على B يساوي C على D. A ضرب D ضرب B ناقص B تربيع ضرب C زائد 2 A ناقص 6 يساوي 0 مطلوب A. من هذا التناسب الـ A قيمته B ضرب C على D. رح أعوض هاي بالمعطى الثاني. رح يطلع معي مكان كل A رح أحط B ضرب C على D ضرب D ضرب B ناقص B تربيع ضرب C زائد هاي الاثنين A رح أعيف على حالة. هلا بتشوفوا ليش دي مع دي باختصره بي ضرب بي بي تربيع ضرب سي ناقص بي تربيع ضرب سي زائد 2 اي زائد 6. هاد مع هاد يختصروا. طبعا من شوي ما عوض مكان الاي لان انا بدي الاي. صارت الاي جاهزه هون. 2 اي يساوي 6 وبالتالي الاي 6 على 2 ويساوي لنا 3. لناخذ تمرينا جديدا. التمرين هو x على 4 يساوي y على 5 x على z يساوي 3 على 4. مطلوب منا ترتيب. والأعداد طبعا سالبة يعني الكبير هو رح يكون الأصغر. مباشرة الطرفين بالوسطين رح يطلع معي 5x يساوي 4y. طرفين بالوسطين 4z يساوي 3x. هون x عم بيقابله 4 هون x عم بيقابله 4. الاكس هون 4 والاكس هون 4 معناتها ما عندنا مشكلة. رأسا بإمكان نكتب دلالة كي. اكس هي 4 كي والواي هي 5 كي والزد هي 3 كي. مع انه الاعداد سالبة معناتها اكبر واحد رح يكون اصغر واحد. مين اكبر واحد من هدول؟ الواي بعد الاكس بعد الزد. تمرين هاد x زائد y على 5 يساوي x ناقص z على 2 ويساوي x ناقص y على 3 ويساوي k. مطلوب منا x إلى y إلى z. بهذا التمرين رح أحاول أجمع تناسبات بحيث أتخلص من أحرف. إذا أخذنا الأول والثاني جمعناه هون ما رح أتخلص.
طيب راح اخذ الاول مع الثالث واجمعهم، بدي اجمع الاول والثالث مع بعض، x و x 2x زائد y ناقص y بيروحوا، 5 زائد 2 8، هذا بيعطيني الطرفين بالوسطين، طبعا هي مع هي فيها 4، معناتها ال x يساوي لنا 4k. عرفنا قيمة ال x 4k. طيب هلا لازم اعرف ال y ولازم اعرف ال z. اول مرة جمعنا 1 مع 2، هلا رح نطرح 2 من 1، زد اطرح 2 من 1 y ناقص y رح يروحوا، عفوا x ناقص x رح يروح، y ناقص ناقص رح يصير 2y، 5 ناقص 3 2، معناتها ال y يساوي k. عوض بالتانية عشان نطلع الزد، x ناقص z، ال x عنا اياها 4k ناقص z ع 2 يساوي k، طرفين بالوسطين بطلع معنا 4k يساوي، عفوا طرفين بال 4k ناقص z يساوي 2k، نقول 2k لهون والزد للطرف الثاني، نقول زد تصير زد موجبة، 2k تجي بتصير سالبي، 4k ناقص 2k 2k. الآن مطلوب منا التناسب x إلى y إلى z، ال x 4 إلى y 1 إلى z 2، إذن التناسب 4 إلى 1 إلى 2. نأخذ تمرينا جديدا، عندنا بالتمرين x إلى y إلى z يساوي نصف إلى تلت إلى ربع. الآن هدول رح نكتبهم بطريقة عكسية، نحن لما كان عندنا ال x نصف k وال y تلت k وال z ربع k، كنا نقول x إلى y إلى z يساوي نصف إلى تلت إلى ربع، معناها بطريقة عكسية هون ال x هي نصف k يعني k على 2، وال y هي k على 3 والزد هي k على 4. هون شعملنا طريقة عكسية. الآن لنعوض، عنا 1 على x يعني 1 على مكان ال x رح نحط k على 2، 1 على z مكان ال z رح نحط k على 3، 1 إلى y رح نحط مكانه k على 4 يساوي ربع. الآن واحد على كسر يعطيني مقلوب الكسر، وهنا مقلوب الكسر وهنا مقلوب الكسر، إذن سوف يصبح لدي 2 على k زائد هي رح تصير 3 على k زائد هي رح تصير 4 على k تساوي ربع. المقامات موحدة، 2 زائدا 3 5، 5 زائد 4 9 يساوي 1 على 4، جداد طرفين بالوسطين k يساوي 36. مطلوب منا y، ال y في أي تناسب موجود؟ ال y هو k على 3، وبالتالي y يساوي 36 على 3، وبالتالي k يساوي 12. تمرين آخر، x y على 3 يساوي y z على 2 يساوي x z على 5، بدنا x إلى y إلى z، هون رح نضرب التناسبات كلها بواحد على x ضرب y ضرب z، رح تعطيني x مع y، مع x مع y رح تروح، رح يضل عندي هون 1 على 3 z يساوي، هون ال y z مع ال y z رح تروح، رح يضل عندي 1 على 2 x، هون x زد رح تروح، رح يضل عندي 1 على 5 y، مع انه البسوط وحدات اذا المقامات متساوية، اذا 3 زد يساوي 2 x ويساوي 5 y، هدول الاعداد ايما بتساووا ايش المضاعف المشترك للثلاثة والاثنين والخمسة؟ الثلاثة والاثنين والخمسة المضاعف المشترك
الأصغر لألون هو 30. إذن الزد لازم نضرب بعشرة، معناتها الزد هي 10 كي، والإكس لازم نضرب بخمستاعش، إذن الإكس 15 كي، والواي لازم نضرب بستة، إذن الواي هي 6 كي. وبالتالي التناسب سوف يكون X إلى Y إلى Z 10 إلى 6 إلى 15. والآن لنأخذ تمرين جديد. التمرين 3 على 4 AB يساوي 2 على 5 BC ويساوي 4 على 3 AC. مطلوب منا ترتيب الـ A والـ B والـ C. في البداية رح أوحد المقامات. أول شيء الأعداد الأربعة والخمسة والثلاثة المضاعف المشترك الأصغر لألون هن 60. إذا الأربعة لازم نضربها حتى تصير 60، الأربعة لازم نضربها بخمستاعش، والخمسة باثناعش، والثلاثة بعشرين. رح يطلع معي 15 ضرب 3 45. طبعا هون رح نضرب الـ A B ناقصة C، الـ B C ناقصة A، والـ A C ناقصة B. إذا هون 45 C يساوي، عم بوحد المقامات عشان الله نحسبهم، 60 على A B C 12 ضرب 2 24. اثنين هون 20 ضرب 4 80 B على 60 A B C. مع انه المقامات وحدة نستطيع نحسبه. اذن 45 C يساوي 24 A ويساوي 80 B. مع انه هدول المقادير متساوية، كل ما كبر امثال العدد العدد بصغر. ايش يعني؟ فرضوا نحن عنا مثلا 2 A يساوي مثال اخر للشرح 4 B يساوي 8 C مثلا. توضيح هدول حتى يتساووا بعض، الأربعة الاثنين هاي بضربها بأربعة، والأربعة بضربها باثنين، والاثنين بواحد، معناتها العدد الكبير إيش قابله؟ رقم صغير. كل ما كبر العدد بصغر الرقم. هذا الصغير كتير ضربناه بعدد كتير كبير، معناتها لما أجي أقارن معناتها هاد رح يكون الثمانين هو أصغر الأعداد، بعدين رح يجيني الخمسة وأربعين، بعدين رح يجيني الأربعة وعشرين. هذا لازم أضربه بأكبر الشيء، بعدين هاد، بعدين هاد. مثال أخير ننهي فيه تمارين. عنا بهذا المثال A على B يساوي C على D ويساوي K، وعنا أيضا 3A زائد 16 على 9B زائد 12D يساوي K على 3 ويساوي C. وهذا مضروب بثلاثة، إذن هاد بثلاثة رح ينضرب. طيب هون السي ما بعرف إيش قد مضروب، بس إذا هاد بثلاثة هاد لازم أضربه بثلاثة، معناتها هي بدي إياها ثلاثة. هون رح أطلع الثلاثة عامل مشترك بالمقام عشان يوضح معي التمرين. بي زائد أربعة دي، إذن هذا البي هون طلع عنده ثلاثة، لأن طلعنا ثلاثة عامل مشترك. إذن البي مضروب بثلاثة، معناتها الدي لازم نضربه بأربعة. هذا راح يعطيني 3 A زائد 4 C على 3 B زائد 4 D يساوي K. أنا هون إيش عندي؟ K على 3 وهون في 3، معناتها راح أضرب هون بواحد على 3 وهون بواحد على 3. هذا لما راح أضربه بواحد على 3 راح يصير و 3 A زائد 4 C، هذا راح ينضرب بثلاثة كله الحدين، 3 ضرب 3 9 زائد 4 ضرب 3 12 D، طبعا 9 B يساوي K على 3. هذا الشكل راح نقارنه مع المعطى اللي هو عطينا اياه. هذا K على 3 K على 3، معناتها هدول متساويات، هذا وهذا 9 B زائد 12 D، 9 B زائد 12 G متساويات، معناتها البسوط متساوية.
معناتها 3A زائد 4C يساوي 3A زائد 16. 3A مع 3A بتروح، ضل عنا 4C 16. بقسمة الطرفين على 4، C 16 على 4، يكون الناتج 4. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حل التمارين. آمل أن تكونوا قد استفدتم من حل التمارين، وإلى لقاء قادم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.